عليكم. ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني من المحاضره وهو الكوني روزس. مين اللي كان بيسبب الكوني روزس ده؟ احنا قلناها المره اللي فاتت. اللي كان بيسببه هو التينيا مالتي سيبس. مين اللي كان بيسبب الكوني روزس؟ هو التينيا مالتي سيبس. طيب احنا قلنا مين المره اللي فاتت؟ قلنا السيستركوزس. مين اللي كان بيسببها؟ كان بيسببها التينيا سوليم. يبقى احنا هنتكلم عن ايه النهارده؟ هنتكلم عن الكوني روزس. مين اللي بيسببه؟ التينيا مالتي سيبس. الكوني روزس اللي بيسببه التينيا مالتي سيبس. تمام. احنا قلنا ديزيز اسمه ايه؟ ديزيز اسمه الكونيروزس. طيب موجوده فين؟ موجوده في كل العالم، خاصه في الاماكن اللي بيربوا فيها خروف كتير، خاصه في ايه؟ خاصه في الاماكن اقصد اللي بيربوا فيها خرفان كتير. تمام. وورلد وايد ان شيب ريزنج كونترز. تمام. نتكلم بعد كده عن ايه؟ نتكلم عن المورفولوجي. طيب قبل ما نتكلم عن المورفولوجي، السيستيركوزس كانت فين؟ كانت برضو في كل العالم، بس خاصه في الاماكن اللي بياكلوا فيها البيجز، اللي بياكلوا فيها، اللي كانوا بياكلوا فيها لحم الخنزير. انما في الكونيروزس كانت ايه؟ كانت في كل العالم بس في الاماكن اللي بيربوا فيها خرفان كتير، الاماكن اللي بيربوا فيها خرفان. تمام. بعد كده نيجي نتكلم عن مين؟ عن المورفولوجي. ولو اتكلمنا عن المورفولوجي يبقى هنتكلم عن الثري ستيج بتاعتها. نتكلم اول حاجه عن الادلت، وبعد كده هنتكلم عن الايج، وبعد كده هنتكلم عن اللارفا. تمام. اول حاجه نتكلم عن الادلت. الادلت هي زي اختها التينيا سوليم بالظبط، سيتود. سيتود يعني ايه؟ يعني عندي 11 تي. بتتكون من ايه؟ بتتكون من سيجمنتس، من سيجمنتس او بروجلوت. تمام. بتتكون من قد ايه؟ بتتكون من 170 ل 200 سيجمنت. بتتكون من قد ايه؟ من 170 ل 200 سيجمنت. وبما انها بتتكون العدد السيجمنتس بتاعتها اقل، فبديهي طبعا ان طولها هيكون اقل. طولها قد ايه؟ طولها من 50 ل 100 سم. طولها قد ايه؟ طولها من 50 ل 100 سم. طب نتكلم بعد كده عن ايه؟ نتكلم عن السكوليكس بتاعتها. نتكلم عن راسها شكلها عامل ازاي. الراس بتاعتها شكلها بايريفورم او جلوبيولار، زي اختها برضو بايريفورم او جلوبيولار. شكلها ايه؟ بايريفورم او جلوبيولار. تمام. الثانيه كانت لابسه ايه؟ كانت لابسه إيه؟ دبل كراون. كانت لابسه تاج، كانت لابسه تاجين في ادمخ. كانت لابسه ايه؟ تاجين في ادمخ. ودي برضو لابسه تاجين في ادمخ. طيب الدبل كراون ده بيتكون من ايه؟ قال لي بيتكون من 22 ل 32 هوكس. بيتكون من ايه؟ من 22 ل 32 هوكس. تمام. بعد كده نتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الايج. الايج قال لي ايه؟ قال لي تينيا لايك. التينيا هي التينيا سوليم يقصد. طيب كان شكلها عامل ازاي؟ احنا قلنا كنا بنتكلم عن 2 اس و2 سي. مين ال2 اس؟ كنا بنتكلم عن السايز والشيب. السايز بتاعها كان قد ايه؟ كان من 30 ل 40 مايكرو. كان قد ايه؟ كان من 30 ل 40 مايكرو. طيب والشيب بتاعها كان ايه؟ الشيب بتاعها كان سفيرويد وذ راديال ستريتد شيز، وذ سيك راديال ستريتد شيز. والكولر بتاعها نتكلم بقى عن 2 سي، كولر وكونتنت. الكولر بتاعها كان يلوش براون، والكونتنت كان فيها هيكساكان امبريو اللي هو الانكوسفير. هيكساكان امبريو اللي هو ايه؟ الانكوسفير. تمام. بعد كده هنتكلم عن مين؟ هنتكلم عن اللارفا. كده هنتكلم عن اللارفا. تمام. اول حاجه في اللارفا شكلها، هنتكلم عن الشيب والسايز. الشيب بتاعها عامل ازاي؟ الشيب بتاعها جلوبولار تو اوفويد. الشيب بتاعها ايه؟ جلوبولار، جلوبولار تو اوفويد. احنا كده كل الاشكال اتكلمنا عنها كان شكلها جلوبولار. تمام. يعني لو نسينا اي شيب، لو سالنا في اي شيب ونسينا نقول جلوبولار هتكون صح. تمام. يبقى الشيب بتاعها ايه؟ جلوبولار تو اوفويد، جلوبولار تو اوفويد. طب والسايز؟ السايز من 2 ل 10 سم. السايز بتاعها قد ايه؟ صغيره خالص، من 2 ل 10 سم. السايز من 2 ل 10 سم. تمام. وهي عباره عن ايه؟ هي عباره عن سيست جواها فلويد. عباره عن ايه؟ عن سيست جواها فلويد، زي اللارفا اللي فاتت برده، عباره عن سيست جواها فلويد. طيب والتانية كان عندها ايه؟ كان عندها جيرمينال ميمبرين. كان عندها ايه؟ جيرمينال ميمبرين. الجيرمينال ميمبرين دوت كان بيكون لي ايه في السيستركوزس؟ كان بيكون لي انفاجينيتد، انفاجينيتد سكولكس ويز فور سكرز. كان بيكون لي ايه؟ انفاجينيتد سكولكس ويز فور سكرز. لا هنا مش هيكون لي كده، هنا هيكون لي ايه؟ هنا هيكون لي مالتيبل انفاجينيتد سمول سكولكس. مالتيبل انفاجينيتد سمول سكولكس. هنا كان بيكون واحد بس، هنا هيكون كذا واحد، هيكون كتير. هيكون هنا ايه؟ كتير. هنا كان بيكون سكرز، هنا مش هيكون سكرز. تمام. عندها ايه تاني؟ قال عندها سن ترانسبيرنت وول، عندها غلاف حواليها كده، عندها وول حواليها شفاف ورفيع خالص. تمام. ايه تاني؟ قال لي ان هي ما عندهاش ولا برود كبسول ولا دوتر سيست. ما عندهاش ايه؟ ولا برود كبسول ولا دوتر سيست، ولا برود كبسول ولا دوتر سيست. يعني لو نسينا كل اللي احنا قلنا ده ما ننساش ان هي ما عندهاش ولا برود كبسول ولا دوتر سيست. ما عندهاش ايه؟ ولا برود كبسول ولا دوتر سيست. تمام. نقرا اللي احنا قلناه. بسم الله. قلنا هنتكلم عن المورفولوجي. اول حاجه هنتكلم عن ايه؟ عن الادلت. قلنا طولها قد ايه؟ من 50 ل 100 سم. بتكون كام سيجمنت او بروجلوتد؟ بتكون من 170 ل 200. شكلها عامل ازاي؟ شكلها جلوبولار او بايريفورم. شكلها جلوبولار او بايريفورم. طب السكولكس بتاع، السكولكس بتاعها شكله جلوبولار او او بايريفورم. وذ ايه؟ وذ دبل كراون. بيتكون من 22 ل 32 هوكس، يا اما بيكون لارج او سمول. تمام. بعد كده نتكلم عن الايك تاني. طيب هنجيبها نشوفها من فوق تاني. اهي
هنتكلم عن ايه؟ قلنا هنتكلم عن 2S و 2C السايز من 30 ل 40 مايكرو. الشيب سفيرويد وذ سيك ريدي ستريتد شيز. الكالر يلوش براون. الكونتنتس كان عندها هيكسا كان امبريو اللي هو كان اسمه اونكوسفير. هيكسا كان امبريو اللي هو الانكوسفير اهي شكلها اهي اهي شوفوا عندها الشيز مخطط اهو ستريتد سيك ستريتد شيز وعندها هي ايه يلوش براون. هي ايه يلوش براون جواها ايه الكونتنت بتاعها عندها الانكوسفير ده مين انكوسفير تمام. نرجع نقرا اللارفا نيجي لللارفا. اللارفا بتاعت سيست سيركوسس كان اسمها ايه؟ كان اسمها سيست سيركوس. كان اسمها ايه؟ سيست سيركوس. كان اسمها سيست سيركوس. هنا اسمها ايه؟ هنا اسمها كونيروس. هنا اسمها ايه؟ كونيروس. هنا اسمها ايه؟ كونيروس. اللارفا هنا اسمها كونيروس. مين الكونيروس؟ هي اللارفا ستيج. مين الكونيروس؟ هي اللارفا ستيج. من شكلها عامل ازاي؟ شكلها جلوبولار. شكلها ايه؟ جلوبولار تو اوفويد. جلوبولار تو اوفويد. طيب قال لي انها ايه؟ سيست مليانه فلويد. هي سيست مليانه فلويد. حجمها قد ايه؟ حجمها من 2 ل 10 سم. حجمها من 2 ل 10 سم. عندها ام عندها جيرمينال ميمبرين اللي كان اللي بيكون لي مالتيبل انفاجينيتد سمول سكولكس. بيكون لي ايه؟ مالتيبل انفاجينيتد سمول سكولكس تمام. وعندها ايه بره؟ عندها سين ترانسبيرنت وول. عندها سين ترانسبيرنت وول حواليها كده بيغلف سين ترانسبيرنت وول تمام. قلنا ما عندهاش ولا برود كبسول ولا برود كبسول ولا دوتر سيل. ما عندهاش ولا برود كبسول ولا دوتر سيل ولا برود كبسول ولا دوتر سيل تمام. نيجي بقى دلوقتي نتكلم عن اللايف سايكل. اللايف سايكل بتاعتنا هتبدا عند مين؟ هتبدا عند الدوج. ليه عند الدوج؟ لان هو اللي عنده الادلت فورم من المالتي سيبس. طيب موجوده فين؟ قاعده فين؟ قاعده جوه الانتستين بتاعت الكلب المسكين ده. هيحصل ايه؟ هتفضل قاعده كده ساكنه ما بتعملش حاجه؟ لا، هتعمل فيرتلايزيشن وتنزلي الايج في الاستول. لما الايج تنزل في الاستول الايج ديت ما تقدرش تكمل دوره حياتها الا في وسط زرع. نزولها في وسط زرع ده ممكن يكون خطوره على مين؟ ممكن يكون خطوره على الهربس الهربيفرس الهربيفرس انيمالز اللي هي ايه؟ الحيوانات اكلة العشب. زي مين؟ زي الخفان، الارانب، هكذا. يجوا ياكلوا مين؟ يجوا ياكلوا العشب اللي فيه الايج ده وتدخل جوه الانتستين بتاعته. احنا عارفين ان هي الايج اول ما تدخل الانتستين هتعمل ايه؟ الايج هتهاتش وهتخرج لي الانكوسفير. الانكوسفير هتقعد ساكته كده؟ لا، الانكوسفير هتروح هتعمل بنتريشن للانتستينال وول. هتعمل بنتريشن للانتستينال وول، تخترق الانتستينال وول وتمشي في السيركيوليشن لحد ما تروح للتشو. واول ما تروح للتشو هتتحول لايه؟ هتتحول للارفا. اول ما تروح للتشو هتتحول لمين؟ هتتحول للارفا تمام. كده لسه ما اتكلمناش عن الانسان. طيب الانسان يتصاب بيها ازاي؟ عن طريق ان هو يعمل انجيشن للايج، ان هو ياخد الايج دايركت على طول. ان هو عن طريق الايه؟ عن طريق ان هو ياكل اكل ملوث بالايج ده. راح مثلا كل فواكه كل خضروات من غير ما تكون مغسوله وبتكون ايه؟ ملوثه بالايج بتاعه المالتي سيبس ده. طيب الايج لما تدخل هتعمل ايه؟ نفس اللي احنا قلنا الايج اول ما تدخل الايج اهي تروح للانسان. اول ما تدخل هتدخل فين؟ هتدخل في الانتستين بتاعه الانسان. هتقعد ساكته كده؟ لا، هتهاتش وهتخرج الانكوسفير. الانكوسفير هتعمل ايه؟ هتخترق الانتستينال وول وتمشي في السيركيوليشن وتروح للتشو وتتحول لايه؟ تتحول للارفا تمام. نيجي بقى نقرا اللايف سايكل من هنا. اللايف سايكل اول حاجه مين الهابيتات؟ احنا قلنا الانتستين. الانتستين بتاعت مين؟ بتاعت الدوج او الكانينز او الوايلد كانينز. برضه ده نوع من انواع الكلاب اسمها الكلاب البري. الاثنين كلاب كده كده يعني. مين الديفينيتيف هوست اللي كان عنده الادلت فورم؟ هو الدوج. ومين الوايلد كانينز؟ برضه كلاب. الانترميديت هوست ميكال انترميديت هوست كان الهيربيفرس. الهيربيفرس انيمال قلنا الحيوانات اللي هي اكلت العشب، الحيوانات بتاكل العشب او الريديانت. مين تاني؟ كان الماء. كان مين الماء؟ عن طريق ان هو يعمل ايه؟ عن طريق ان هو يعمل انجيشن للايج. طيب مين كانت الانفكتيف ستيج؟ مين اللي كنا لما باكلها كنت بتصاب؟ الايج اللي كانت بتبقى نازله في الستور بتاع الدوج تمام. المود اوف انفكشن مان بيكمز انفكتد باي انجيشن ايه؟ انجيشن اوف ايج. عن طريق ان هو ياكل خضار او فاكهه ملوثين بالايج بتاعه المالتي سيبس دي تمام. في كده كام اني بيها نقراهم بديهية يعني، واحده منهم بديهية واحده منهم مهمه جدا. اول واحده يقول ذا لايف سايكل اوف مالتي سيبس از سيميلر تو ذا تينيا سولي. شبه بعض. الانكوسفير بتهاتش وبتخرج الايج. الايج بتروح تعمل ايه؟ بتخرج لمين؟ الايج بتهاتش وبتخرج لمين؟ الانكوسفير. الانكوسفير بتروح تعمل ايه؟ بنتريد ذا انتستين اند مايجريت تو فاريوس اورجان يوجوالي سي ان اس. خاصه مين؟ خاصه السي ان اس. ولما بتروح هناك ترانسفورم انتو ايه؟ اللارفا ستيج. بتحول لمين؟ اللارفا ستيج اللي هي اسمها ايه؟ اللي اسمها السينيروس الكونيروس. اسمها ايه؟ الكونيروس تمام. في بقى معلومه مهمه 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 من هنا لبكره. ايه اسمها ايه؟ المالتي سيبس دي لما بتدخل في الشيب بتروح فين؟ بتروح تعمل له مانيفيستاشن اسمه فيتال بلايند ستاجرز. فيتال بلايند ستاجرز. فيتال بلايند ستاجرز ايه عباره؟ ايه الفيتال بلايند ستاجرز ده؟ عباره عن ايه؟ لما تروح في بتأفكت السي ان اس عنه وتخلي عنده حاله من الهياج.
يعني بيحصل له ايه؟ بيفضل يخبط دماغه في الحيط، يخبط دماغه في الحيط لحد ما يجيله نزيف، لحد ما يجيله هيمرج، وبعد كده يتعمى. في النهاية بتنتهي بان الشيب ده بيموت، تمام. يعني هنتكلم عن اخر حاجه معانا، وهي الكلينيكال بيكتشر والدايجنوزس والتريتمنت والبريفنشن. اول حاجه نتكلم عن الكلينيكال بيكتشر، بيقول لي ايه؟ ذا مانيفيستيشن ريزيمبلز ذات اوف سبيس اوكباينج ليجن. يعني ايه؟ يعني الشخص دوت بيكون حاسس حرفيا كان في كتله في دماغه، في تقل في دماغه. ايه تاني؟ الشخص ده بيكون عنده هيدك وفوميتنج وبارابليجيا وهيميبليجيا وافيزيا وسيجر. يعني ايه الكلام ده؟ سيجر يعني بيجيله عشان نجد احنا عارفين. افيزيا يعني افيزيا بيكون عنده مشكله في الكلام، يعني بيكون مش عارف يتكلم، عنده عدم قدره على الكلام، تمام. يعني ايه هيميبليجيا؟ يعني ايه بارابليجيا؟ هيمي يعني نصف، هيميبليجيا يعني شال نصف. شال نصف بيجي فين؟ بيجي يا اما في الجنب اليمين يا اما في الجنب الشمال. طب يعني ايه بارابليجيا؟ برضو يعني شال نصف بس بيجي في الجنبين، يعني يجيله في نصه اللي تحت يا اما يجيله في نصه فين؟ يجيله في نصه اللي فوق. وبيقول لي بيجيله كمان اوكيولار مانيفيستيشن افتر اي انفيكشن، يعني لو الاي جه فيها انفيكشن بديها يحصل اوكيولار مانيفيستيشن، بديهيات يعني، تمام. يبقى قال لي في الكلينيكال بيكتشر بيحصل له ايه؟ يا اما بيحصل له سبيس اوكوباينج ليجن، يعني بيكون عنده كتله، حاسس ان في كتله في دماغه، يا اما بيكون عنده هيدك فوميتنج بارابليجيا شال نص في النص التحتاني او النص الفوقاني، هيمبليجيا يعني في نص اليمين او نص الشمال، افيزيا عدم قدره على الكمال الكلام، سيجر يعني تشنجات، تمام. بيجي له اوكولار مانيفيستيشن لو ايه؟ افتر اي انفيكشن، تمام. ايه الدايجنوزس؟ الدايجنوزس من خلال سيرجيكال ريكفري اوف لارفا. ازاي؟ لما ندخل جراحيا ونشيلها وبعد كده نفحصها تحت الميكروسكوب. طب انا كده مش عارف اذا كانت هي ولا لا، ما انا باخدها الاول، يعني انا اي ليجن بيكون في البرين انا بدخل اشيله وبعد كده افحصه، اعرف اعرف ده كان ايه، كان تيومر، كان بارازايت سيست، اي حاجه اعرف كان ايه. ما انا مش هينفع افتح المخ اخد عينه افحصها وبعد كده ادخل تاني، لا انا بدخل بشيلها على طول بعد كده افحصها واعرف هي كانت ايه، تمام. بايه؟ باي ايه؟ باي سيرجيكال ريكفري اوف لارف. طيب التريتمنت باي سيرجيكال ريموفال. ده ليجن موجود في المخ لازم اتخلص منه على طول، عشان ممكن يضغط لي على اي حاجه في المخ، يسبب لي مثلا يسبب لي كونفالجن، يسبب لي سيجر، يعمل لي حاجات، يعمل لي مشاكل كتير، ممكن يعمل لي في سايكولوجيكال ديس اوردر، فلازم ان انا اشيله. ممكن يضغط لي على اي حاجه يسبب ان الشخص دوت مثلا يفقد القدره على الكلام زي ما قلنا افيزيا، فانا لازم اشيل اي حاجه، اي ليجن موجود في المخ انا لازم اشيله حتى لو كان ايه. البريفنشن، البريفنشن عن طريق ان اعمل بروتكشن للفود والهاند فروم دوكسيفيزس، تمام. وبكده هو خلصنا بارت 2 من المحاضره، يا رب تكونوا استفدتوا، مع السلامه.